ومن جديد يسعد صباحكم مشاهدينا بكل خير. تحدثنا قبل الفاصل في موضوع حلقتنا كيف اليوم نسمح لأطفالنا أنهم يعبروا عن ذاتهم ويحكوا كل شيء عندهم وقديش بيأثر على شخصيتهم. بالمختصر أنه نتقبلهم، تقبل أفكارهم هذا واجب علينا، بس ما بالكم اليوم لما إحنا واجب علينا كمان نتقبل مرضهم وكيف نتعامل مع هذا المرض لنساعدهم يتخطوا هاي المرحلة اللي بتكون صعبة عليهم وصعبة علينا إحنا كأهل. الحديث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا تكون ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة مي بدر، أخصائية دماغ وأعصاب عند الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا. ثانكيو. شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. طبيعي إنه الأهل لما يعرفوا إنه الابن عم بيعاني من مرض معين شو ما كان طبعا هذا المرض، بالبداية بحاولوا يرفضوا، بحاولوا يقاوموا الموضوع وإنه لا ابني ما ماله إشي، لحد ما يوصلوا لمرحلة مضطرينهم يتقبلوا. فإذا بدنا نيجي نحكي على تحديدا على التقبل، شو هي مراحل التقبل لخلص تخليهم فعلا يستوعبوا مرض الطفل ويمشوا بالإجراءات العلاجية فيه؟ طبعا في حال كان في علاج. تمام، أول شيء يسعد صباحكم وشكرا كثير على الاستضافة. ثاني شيء حبيت كثير أحكي هذا الموضوع لأنه إحنا كثير بنواجهه في العيادة وكثير بنشوف أهالي في مراحل التقبل المختلفة، وواجبنا إحنا كأطباء مش بس إنه إحنا نعالج ونكتب دواء، إحنا واجبنا إن إحنا نعيش مع الأهل كل هاي المراحل خطوة في خطوة. وإجمالا لما يكون ابنك مريض كتير أصعب من لما تكوني أنت مريضة، هذا ابنك جزء من روحك يعني. فأول مرحلة اللي بمروا فيها الأهل هي مرحلة النكران، ignorance، يعني ابني ما عنده إشي، ما ماله إشي. وهاي المرحلة ممكن تمتد من قبل التشخيص، يعني الأهل بيشوفوا ابنهم مثلا ما حكى ما مشى، بيضلوا بالبيت يقولوا أوكي ما هو أخوه مشى على عمر السنتين، أبوه حكى على عمر الأربع سنين، بيضلوا ينكروا الموضوع إنه في عنا مشكلة حقيقية. وأحيانا بتاخدهم سنين لحتى إنهم يوصلوا لطبيب ويسألوا عن التشخيص ويبلشوا في العلاج. أكيد. هاي شغلة. الشغلة الثانية ممكن النكران بعد ما يسمعوا التشخيص، يعني إنه يعرف إنه ابنه أوكي متأخر، ابنه عنده مشكلة، ابنه بيتشنج، يوصل على العيادة بيسمع التشخيص بينكر بعديها خلص بيختفي، بيسمع كلمة التشخيص، كلمة المرض، كلمة المشكلة. وأكثر شيء بنشوفها هاي مع الأهالي اللي عندهم أولاد بيكون في توحد مثلا أو شلل دماغي. نعم. الكلمة هاي وقعها كتير صعب على الأهالي. صحيح. فبيسمع الكلمة بيروح بيقول أنا لا مستحيل ابني يكون عنده هاي المشكلة، وما بيمشي بخطوات العلاج ولا بيكمل معانا. هلأ مرحلة النكران عبين لتمر بتختلف من شخص لشخص، كل ما كانوا الأهل مثقفين واعيين عارفين مخاطر الأمراض ومشاكلها وتبعاتها كل ما كملوا وتخطوا هاي المشكلة بوقت أسرع. نعم. وإحنا واجبنا كمان في العيادة إنه إحنا نحاول نقنعهم قدر الإمكان إنه إحنا فاهمين، حاسين معاكم، عارفين المراحل اللي بتمروا فيها، بس إحنا بنساعدكم عشان توصلوا لمرحلة العلاج. صحيح. بس يخلصوا من مرحلة النكران خلاص ويعرفوا إنه ابنهم عنده مشكلة، بدخلوا مرحلة أصعب شوي اللي هي مرحلة الغضب. فبصيروا بأي طريقة. ليش ابني أنا؟ ليش ابني أنا؟ إيش معنى أنا ابني؟ ليش يا ربي أنا اللي ابني هيك عنده هاي المشكلة؟ نعم. أو مثلاً إذا الطبيب كان هو الصادم إلهم بالتشخيص ممكن كل غضبهم يحطوه على الدكتور. ممكن أحد الزوجين. نعم. كمان وهاي أصارت. أحد الزوجين على منك التانية. أو منك بسببك. يس. أو بسببك. خصوص إذا كان مثلاً في العائلة في حدا عنده. صحيح. مشكلة أو كانت المشكلة وراثية. وراثية. نعم. على طول بقلب السخط على واحد من الشريكين، فإذا. نعم. كانت من جهة أهلها على طول أنت السبب، المشكلة بسببك. وممكن توصل يعني ردات فعلهم بحالات الغضب للانفصال مثلا. فهاي المرحلة، مرحلة الغضب، هي أسوأ مرحلة، والمفروض المجتمع اللي حواليهم والطبيب والشريك كلياتهم 100% يحتويهم. وفي كتير أحيانا بصبوا غضبهم علينا مباشرة وإحنا بنضطر إنه إحنا نتحملهم لأنه إحنا حاسين فيهم وعارفين المرحلة اللي بمروا فيها. أكيد. بعد ما يمرحوا مرحلة الغضب بتوصل مرحلة المساومة اللي هي negotiation. في هاي المرحلة إحنا لازم نقعد مع المريض، مع الأهل، نسمع كل استفساراتهم، كل أسئلتهم، إيش سبب هاي المشكلة، طب من وين أجت، طيب مثلا أمه وهي حامل أخذت هذا الدواء الفلاني ممكن يكون هو السبب، طيب ممكن التشخيص يكون غلط، طيب إذا سافرنا برا البلد هل ممكن نلاقي علاج تاني لهاي المشكلة أو لا. فبصيروا هون شوي شوي يستوعبوا الصدمة. بالضبط، يستوعبوا المشكلة شوي شوي. جميل. بعديها بيدخلوا بمرحلة مزعجة أو مؤسفة لهم اللي هي مرحلة الاكتئاب، depression. بهاي المرحلة بتظهر عليهم كل مراحل الحزن، كل علامات الحزن، بكاء، قلة أكل، مشاكل في النوم، اضطرابات نفسية. وهاي المرحلة كل ما كانوا هم أقوياء من الداخل، كل ما كانهم إيمانهم برب العالمين كبير، كل ما تخطوا هاي المشكلة
بوقت أسرع. وأنا دايماً بهاي المرحلة كتير بحب أكون قريبة من الأهل، أحياناً بقول لهم تعالوا لي كل أسبوع، مش عشان إشي، عشان أشوفهم أكتر، أقدر أساعدهم بالكلام صحيح. عشان يطلعوا من هاي المشكلة. وبهاي المشكلة بهاي المرحلة كتير بنصحهم إنهم يكونوا قريبين من رب العالمين ويتقربوا من الناس اللي حواليهم، مثلاً أهلهم، الأم، طاقة إيجابية. بالضبط، يفرغوا هاي المشاعر الحزن باللي حواليهم. جميل. وكتير أحيان كمان بوصلهم بناس عندهم نفس المشكلة بس تخطوا هاي المراحل، خفف عن البهر. مثلا بشوف مريض عنده توحد بقولهم في عندي طفل أهله كتير بيكونوا متعاونين وكويسين وتخطى هاي المرحلة معهم. بوصلهم ببعض بقولهم احكوا معاهم، هدول كتير لما يشوفوا تجربة غيرهم بسهل عليهم صح انهم هم 100% يمروا بهاي المراحل بسلاسة أكتر. جميل. يعني دكتورة احنا اليوم حكينا عن كل هاي المحطات اللي أليمة جداً واللي مرات بتاخد فترات 6 شهور أو سنة أو أكثر كمان، وإحنا لسه ما عالجنا مرض، إحنا بنحكي عن آثار اللي بتسبب هذا يعني المرض، الآثار اللي بيسببها على الأهل. فيديش هذا الموضوع عميق جداً، يديش مهم اليوم الأهل يكون عندهم وعي تام بهاي الفكرة عشان يختصروا على حالهم وقت في علاج ابنهم. تمام. هلأ أنا إجمالاً كتير بحكي قبل ما نوصل لمرحلة إيش هذا المرض وإيش علاجه، كتير بحكي بالمراحل النفسية اللي رح نمر فيها وقديش مهم نتخطى هاي المراحل بسرعة صحيح. أسرع ما يمكن عشان نوصل بالآخر لمرحلة اللي هي المرحلة الوردية أنا بسميها مرحلة التقبل. صح. هون إحنا قبلنا ابننا زي ما هو، قبلنا مرضه، تصالحنا مع حالنا، ولازم يكون التقبل إيجابي مش تقبل سلبي، إني أنا أوكي ابني مريض ما رح يطيب، مغلوب على أمري، خلص هذا اللي خلص كان. ما رح أشتغل معاه، ما رح أعالجه. صح. وفي كتير ناس بتقبلوا تقبل سلبي للمرض وبتركوا الولد، لا إحنا بنتقبل تقبل إيجابي. ابني عنده هاي المشكلة، أنا هاي المشكلة بدي أعيش معها. صح. بدي أعيش مع ابني، قديش ممكن يعيش ابني 10 سنين 20 سنة، بالأول والآخر الأعمار بيد الله. صح. صح. أنا بدي أعيش مع ابني، أحبه، أعمل ذكريات معه، أتقبل مرضه، أساعده قد ما بقدر في العلاج، وما حدا بيعرف شو ممكن يصير بكرة. نعم. يعني إحنا هلأ بثورة العلم، ممكن بكرة أو بعده يطلع علاجات لكل الأمراض. صح. وما حدا بيعرف شو ممكن يصير يعني. صحيح. فلازم ابنك تحبه قد ما تقدر وتساعده قد ما تقبل وتتقبله بكل أشكاله بكل أمراضه، هذا ابنك بالآخر. نعم. جميل جدا. والأهم كمان أنه تفتخر فيه 100% قدام الجميع. يعني إحنا هنا عم نحكي على أهمية التقبل، بس هلا إحنا يعني ذكرنا بالبداية كيف المراحل بالنسبة للأهل. لو نيجي نحكي على الطفل نفسه، خصوصا إذا كان شوي في عمر يعني مش طفل طفل، بلش شوي يستوعب الحياة حواليه، كيف نقدر إحنا كل ما يكبر نفهمه أنه أنت عم بتعاني من إشي أو عم بتعاني من مرض مو زي باقي الأطفال، بس ما نخلي هذا الموضوع بنفس الوقت أنه يأثر عليه أو يأثر على شخصيته. تمام. هلأ إحنا إجمالاً أغلب المرضى اللي متعامل معهم في أعصاب الأطفال بيكون إدراكهم شوي متأثر وأعمارهم كتير صغيرة، فما يعني ما منتطرق إن إحنا نتعامل مع المريض نفسه مباشرة. نعم. فبيكون كل تركيزنا مع الأهل. هلأ في أطفال اللي بوصلوا لأعمار كبيرة ممكن إن نحكي معاهم، نشتغل عليهم إحنا ونطلب من الأهل إنهم هم يحكوا معهم ويتفاهموا معهم يفهموهم، وأحياناً بنلجأ لأخصائيين نفسيين، كتير مدخل معنا أخصائيين نفسيين حتى يساعدونا في مرحلة تقبل الأهل إذا كان الطفل واعي وفاهم شو بصير معه. نعم. بس إجمالاً إحنا أغلب مرضانا هم مرضى غير واعيين للمشكلة اللي بتصير معهم، فبتكون المعاناة بشكل أكبر عند الأهل مو عند الطفل. يعني إحنا بنحكي إحنا الأهل مرات بيكونوا سلاح ذو حدين، مرات بيضروا ابنهم بيزيدوا مرضه، ومرات فعليا بيكونوا هم الشفاء لهذا المرض. اليوم قديش تقبل الأهل بيفيد في سرعة العلاج؟ أكيد. قديش بيساهم إنه يرفع نفسية الطفل؟ مرات يعني الطفل أنت زي ما تفضلتي وحكيتي ما بيكون مدرك، الأهل بيكونوا مدركين وعارفين، بس هي ضبطهم لأعصابهم وضبطهم لنفسيتهم ومحاولة إني أنا أحط اليوم ابني الأهم، قديش بتفرق هلا كل ما العلاج. تقبلوا الأهل المشكلة بوقت أسرع وتجاوزوا هاي المراحل بشكل أسرع، كل ما هذا الحكي ساعدهم بالعلاج وسرعة. صحيح. العلاج والتحسن. صحيح. ودائما بنحكي إحنا brain is time، يعني كل ما كان تدخل مبكر في مشاكل الدماغ كل ما كسبنا هذا الطفل وكل ما ساعدناه. صح. أما والله يكون عنده مشكلة تقعد 2 3 سنين وجيت على عمر 5 سنين مثلا أتدخل، أنا هيك بكون كتير متأخرة، أنا هيك بأذي الطفل وبضره وبأخر بشفائه. نعم. بالمقابل كان ممكن أنا هذا الوقت كتير أستغله بأشياء تساعد بشفاء ابني وفي علاجه. فإحنا كتير لازم الأهل يكونوا واعيين ومدركين إنه إحنا لازم نبلش بالعلاج، لازم نوصل لمرحلة التقبل بأسرع ما يمكن. نعم. جميل.
هلا من المتعارف عليه اكيد انه الاهالي اذا كانوا ما في عندهم استقرار عائلي في كثير مشاكل، هذا الموضوع بياثر على النفسيه. قد ايه برضه ممكن تاثر المشاكل على نفسيه الطفل اللي عم بيعاني من بعض الامراض؟ اكيد طبعا المشاكل الاسريه والمشاكل الزوجيه هاي عامل جدا جدا صحيح. مهم عند هدول الاطفال، يعني الاستقرار العائلي جدا مطلوب، واحيانا الطفل نفسه هو بيكون سبب للمشكله الاسريه وللمشكله العائليه، وهذا كمان بينعكس بعديها لاحقا واثار هذا المشاكل الاسريه عليه. يعني كثير بنشوف عائلات بعد ما الطفل يصير عنده مشكله بينفصلوا الاهل صح. فبصير العلاج وتكاليف العلاج إشي كتير شاق على واحد من الأبوين طبعاً. يعني غير التكلفة المادية كمان المجهود نفسية. الجسدي اللي بده يبذله والمجهود النفسي اللي بده يبذله مع هذا الطفل، فهذا بينعكس كلياته على الطفل وعلى مدى تحسنه. في منهم كتير بينتكسوا بعد ما يصير في عنا هاي المشاكل. نعم جميل. طيب دكتورة، أنا اليوم عندي طفلي ما بعرف كيف بدي أعرف إنه طفلي بيعاني من شغلة معينة؟ جزء الناس بتحكي لك بتعرف إحنا في عنا أخطاء شائعة اللي هي الكلمات المتعارف عليها التقليدية، لا ما ماله إشي، لا أنت زي أبو أنت بتبالغ، لا أنت بتبالغ، أنت لأنه ابنك شايف زي بعدين دائما بنلاحظ إنه لسه في بترجع للأم البنت بترجع مثلا لأمها لستها لفلان لعلان، إنه بناخد رأيهم. قديش هذا الموضوع ممكن لو صار عندنا توعية إنه في عندنا زيارة دورية حتى لو ابننا ما ماله إشي لدكاترة الأطفال، دكاترة الدماغ والأعصاب، دكاترة نفسيين، لدكاترة الدماغ، لدكاترة الأنف وأذن وحنجرة، لأي دكتور يختص للأطفال. قديش هذا اليوم إنه بيختصر علي مشوار كبير وحتى بيخليني ما أدخل في مشاكل أو أمراض تكلفني كتير. أكيد. هلأ إجمالاً أغلب الأهل بيكونوا واعيين لمراحل التطور، بيكون عندهم ابن قبلي قريب أخ بيكونوا عارفين مراحل التطور، مثلاً ابن لازم بهذا العمر يمشي، الولد لازم بهذا العمر يحكي، فهم إجمالاً بيكونوا عارفين إنه ابني عنده مشكلة. بس الكلام اللي بيسمعوه من اللي حواليهم والنكران نفس اللي حكيته في البداية هو اللي بيخليهم يأجلوا. تمام؟ صحيح. هلأ في أهل ما بيعرفوا، بيكون هذا ابنهم الأول ما بيعرفوا هل هو متى لازم يحكي، طيب متى لازم يمشي، طب تطوره الاجتماعي، تطوره تواصله هل هو هذا طبيعي ولا متأخر. هدول أنا دايما بنصحهم إنه يكون في زيارة دورية، يعني مش شرط كتير قريب على بعض يعني، بس على الأقل كل فترة مثلا كل 6 شهور أو كل 3 شهور لطبيب الأطفال اللي بيكون مسؤول عنه يتابع مراحل التطور تبعته، هل هي هاي طبيعية، هل هو متأخر، هل في داعي يشوف طبيب أعصاب يشوف شو سبب التأخر ولا لا. جميل. فهذا الوعي لازم يكون عند الناس يراقبوا مراحل تطور أولادهم يعني خطوة بخطوة. هلأ برضو من الأشياء اللي احنا بنشوفها كتير لما يتشخص طفل بمرض معين بتلاقي كل الناس حواليهم بيحكوا لهم لا اسألوا كمان دكتور تاني وثالث وإن شاء الله 10 كمان لحد ما نتوصل ل الإشي اللي هم بدهم يسمعوه، الإشي اللي هم بدهم يسمعوه، إنه الطفل ما عمله إشي، هي هاي مرحلة المساومة. صحيح. تمام. بس هل أنت مع إنه يعني ممكن مرات فعلًا يكون في خطأ بالتشخيص وإنه الأهل يسألوا أكثر من دكتور، ولا هذا الإشي راح يفوتهم بدوام صعب؟ إجمالًا يعني أول إشي كل الناس معرضين للغلط. صحيح. تمام. بس هذا الحكي إنهم هم لا التشخيص غلط وروح يسألوا دكتور تاني، إجمالًا الطبيب والطبيب المتمكن ما بيعطي تشخيص إلا لما يكون متأكد من التشخيص اللي حكاه. بس انهم يروحوا يسالوا دكتور ثاني وثالث لعل وعسى انه يكون ابنهم طبيعي وما يكون عنده مشكله ويكون كلام الدكتور غلط، هذا جزء من النكران والمساومه المراحل اللي بمروا فيها. نعم. فانا برايي اذا هم مرتاحين مع الطبيب خلص يمشوا مع الطبيب، يمشوا مع التشخيص، يبلشوا خلص بمراحل العلاج عشان يختصروا وقت، ما في داعي يضلوا من حدا لحدا لحدا. نعم جميل. 100%. يعني احنا اليوم بنحكي انه انا اليوم لما يكون عندي وعي تام بإني أنا أروح مراجعات دورية، أنا جاني طفل أروح مراجعات دورية أتأكد من صحة طفلي من نموه، هل هو بنمو بشكل طبيعي، هل هو عنده مشاكل، راح يختصر علي مشوار. أكيد. راح يخلي حياتي نوعا ما سعيدة ومريحة. يعني أنا لما أكتشف الموضوع في البداية هذا حيريحني كتير. اليوم رسالة منك كدكتورة تستضيء، يعني بيجي عندك كتير أطفال، بتشوف كتير أحداث، بتشوف كتير قصص، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شو بتوجه كلمة ورسالة للأهل، للناس المقبلين على الزواج، للناس اللي عندهم أطفال بيعانوا وعندهم أمراض؟ تمام. هلأ أول شيء، أول رسالة مني للناس كلياتهم، حبوا أولادكم وتقبلوهم شو ما كانوا. صحيح. كانوا طبيعيين، كان عندهم مشاكل، كانوا أصحاب احتياجات خاصة، حبوهم، عيشوا معهم. صحيح. استمتعوا باللحظة اللي أنتوا عايشينها معاهم. صحيح. ما حدا بيعرف شو بيصير في المستقبل.
أكيد. يعني هدول أولادكم قطعة منكم، والمفروض إنه حبكم ومشاعركم كتير رح يساعدوهم إنهم يتخطوا المرحلة اللي هي في اللي هم بالطبع. فيها. فالمشاعر اللي بتعطوها وبتوجهوها لأولادكم كتير مهمة لتخطي كل المشاكل بالنسبة إلكم وبالنسبة إلهم. نعم. واصنعوا الذكريات معهم، يعني طبعا. هاي الذكريات وهاي اللحظات اللي بتعيشوها معهم كتير مهمة إلكم وإلهم، يعني هاي بتشفيكم وبتشفيهم. صحيح. صحيح. الشغلة الثانية المتابعة دائما مع طبيب الأطفال وطبيب الأعصاب إذا احتاج الموضوع بشكل مستمر، وما تسكتوا عن المشاكل الموجودة عند أولادكم، لأنه دائما التدخل المبكر والعلاج المبكر هو أحسن شيء ممكن تساعدوا فيه أولادكم اللي عندهم مشاكل. صحيح. إحنا شاكرين تواجدك اليوم معنا، والله يحمي جميع جداً. أطفال العالم ويكون ويقوي الأهالي ويعينهم اللي فعلا حاليا عم بيعانوا من مرض أحد أولادهم، والله يشفي يا رب الجميع. آمين يا رب. شكرا لتواجدك اليوم معنا. كل الشكر لك دكتورة، نورتينا وشرفتينا. شكرا وشكرا كل الشكر. يعني احنا تحدثنا وحكينا قديش مهم اني انا اليوم اشوف ابني من منظور الصحيح، اني انا اوعي واني انا ادير بالي عليه. اليوم بدنا نتحدث كمان، بس بعد هذا الفاصل راح نحكي اليوم عن التنشئة الوالدية والخوف الزائد عليهم بيأثر على نفسيتهم او لا، بيأثر على قراراتهم وعلى مستقبلهم، نعم ام لا. حديث أكثر عن هذا الموضوع راح تكون ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة نهاية الرماوي، بس بعد هذا الفاصل خليكم معنا.